يا صباح الفل صباح السعادة صباح كل حاجة حلوة على أجمل وأحلى متابعين عندي في القناة النهاردة هنعمل روتين جميل جدا مع بعضنا ونقوم ونشجع بعض بيه طبعا أي روتين أنا بعمله في الشقة بيش عشان خاطر وحدة تخش في الكومنتات وتقول لي هو إحنا مش عارفين ننظف هو إحنا مش عارفين نعمل حاجتنا في شقتني يا ستي يعني انا بقول لك حاجه الفيديو اللي انا بعمله دي بعمله عشان خاطر البنات اللي لسه مبتدئين جديد اللي هم بادئين حياتهم جديد وممكن انا وبنضف وانا وبعمل تغييرات في الشقه ممكن تاخدي مني فكره او معلومه بسيطه وتنفذيها في شقتك يعني أنا قبل ما أفتح القناة كنت بتفرج على روتينات ستات كتير كنت بالأمانة تاني باخد منهم أفكار باخد منهم حاجات كده حلوة معلومة حلوة بيقولوها في داخل الفيديو كنت بستفاد مني وأقوم أنفذها في شقتي وكنت أوجات كتير ببقى كسلانة جدا ومش قادرة أعمل أي حاجة في الشقة ولا أنظف ولا أعمل الموعين ولا أغسل المواعين ولا ولا أغسل مواعين ولا أي حاجة بس أنا لما كنت أحضر الفيديوهات دي كانت بتشجعني وتخليني إن أنا أقوم وأعمل كل اللي ورايا مصالح بيتي، طبعا أول حاجة عملت إن أنا علقت على الغسيل شوية غسيل كده هغسلهم حلا حلا كده بكل بساطة، أول حاجة كان معايا شوية هدوم ليني أنا هحطهم في الأول وبعد كده أنا حاطة الغسيل عشان خاطر أغسل فرش الكنب، طبعا فرش الكنب اللي انتوا شايفينه قدامكم دي بالأمانة ده من يوم العيد فهو خلاص اتبهدل معايا واتوسخ طبعا غسلت اول بلكونه اهي اول بلكونه الهدوم بتاعتنا احنا ما كانش عندي هدوم كتيرة لان انا بغسل على الغساله الاوتوماتيك على طول عشان كده انا ما عنديش هدوم كتير المهم انا دلوقتي هفك الكنب كله ولادي ربنا يخليهم لي يا رب فيلو وفلمون وفادي وفليب وفلبس كلهم ربنا يخليهم لي طبعا بيساعدوني في الشقه وتنظيف الشقه بداوا معايا كده ان هم يفكوا الكنب في بيقولكم بيقول لكم لايك شجعونا بيه وفي ليه بيقولكم بيقول لكم لايك لو كان الفيديو بيعجبكم بجد وكان بتستفادي باقل معلومه من فيديوهات ام فيلو بجد حطوا لايك كده شجعوني بيه او اكتبوا لي كومنت حلو من ايدكم اللي زي العسل عشان اتشجع بيه طبعا بعد ما خلعنا فرش الكنب كله ده راح على الغسالة طبعا لازم يتغسل وبعد كده لازم تنطفي التنظيفة العميقة ما تنطفيش من الوش وبس التنظيف يكون عميق وبجد يعني لما تنطفي بتحس براحة نفسية آه تتعبي ساعة أو اتنين أو تلاتة بس في الآخر هتتلاقي نتيجة حلوة أنا نفضت الكنب تنفيضة حلوة خالص وبعد ما نفضت الكنب نفضت المخدات ونفضت النيش وبعد كده بدأت إن أنا أنظف أي حاجة تحت الكنب لأن أنا معايا تحت الكنب دي بتدخل الكنب عندي واطي جدا جدا فهي دوب كده المكنسه بتدخل في حاجه بتدخل تحت الكنب شباشب الولاد العاب الولاد ورق بيطير اكياس اي حاجه بتدخل تحت الكنب المهم بس لما تيجي تنطفي لازم تنطفي التنظيفه العميقه في ناس قالوا لي ام فيل وهو انت الشقه اللي انت قاعده فيها تمليك ولا ايجار والسطح اللي انت بتصوري فيه السطح ده بتاعك ولا مش بتاعك انا ده كله هرد عليكم في اخر الفيديو ان شاء الله وهقول لك الكانس السطح يخصني او الشقه كانت تخصني ولا لا والكانت الشقه تمليك ولا لا في اخر الفيديو ان شاء الله انا هرد عليكم بس نكمل باقي الروتين بتاعني لان بجد الروتين دي كل بيت وكل شقه محتاجه انك انت تقومي وتعملي نفس الروتين دي. لو انت سبت شكتك دايما متوسخه ودايما الشكل هو هو والملامح بتاعتها هي هي صدقيني ما بتجيكيش طاقه كده بتحسي بملل، بتحسي بنفسك ان انت فلسانه ومتضايقه ومخنوقه على طول. لو انت عملتي شويه التغييرات في الشقه صدقيني ولادك بيبقوا فرحانين بالشقه مع التغييرات اللي انت بتعمليه جوزي بيبقى مبسوط هو وقاعد كده بنفسيته بتبقى مرتاحه لان هو قاعد في مكان نظيف بتعملي له اكله حلوه بتعملي له تفرشي له فرشه نظيفه الراجل من دول بيبقى تعبان في الشغل النهار كله يعني انا معايا جوزي بيطلع من الساعه خمسة الفجر ما بيجيش غير الساعه تمانية بالليل فلما بيجي عاوز يتلاقى مكان نظيف ولقمه حلوه ان هو ياكل المهم لازم تهيئي كل دي يبقى كل المكان نظيف وكل شكتك حلوة. هنا كنست الشقة كلها طلعت كل اللي انا كنسته قدام باب الشقة عشان انا هلمه في الزبالة. خلاص كده كنسته ونضفت نبدأ آه نبتدي كده نجيب الفتالة بتاعتني آه إن شاء الله عاوزة أتغير وانا مكسلة ان انا اغيرها اصلا. المهم جبت الفتالة بالشكل دي وابتديت ان انا امسح بالشكل اللي أنتوا شايفينه دي. لازم تنطفي تنظيفة العميقة وتمسحي مسحة حلوة للشقة عشان الشقة تنور وبتلمع بالفعل معاكي. وانا وبمسح برضه لسه الغساله شغاله بتغسل يعني الغساله شغاله وانا جنب الغسيل عملت كل اللي انتوا شايفينه دي بامانه تاني ما خد معاي ساعه او ساعتين خلصت الشقه كلها بالكامل مسحتها وكنستي ولمعتي وخليت الشقه زي العسل وكملوا الفيديو للاخر لاني هشوفوا الصاله اللي انتوا شايفينها دي ملامحها هتتغير 100% ليه يا ام فيلو انا هفرش دلوقتي واوريكي منظر الفرش هيتغير يعني كنتوا شايفين في اول الفيديو كان ملامح الشقة كله نبيتي في نبيتي الفرشة نبيتي الحصيرة نبيتي كان كل الألوان زي كده دلوقتي أنا هفرش فرش تاني خالص ومختلف هيغير منظر الصالة بالفعل المهم أنا هنا بقول لك خلصت مسح وخلصت كنس وضبط الحتة اللي قدام الباب ده والشقة بالفعل نورت وبيجي زي العسل هسيب ده كله لما أفرش وأبقى أرجع لكم هنا بقى خلصت غسيل خالص وأدي فرش الكنب بعد ما أنا غسلته ونضفته مش هدس حاجة من غير ما أنا بغسليه خلصت غسيل بالشكل دي ولميت الغسالة بتاعتي وادي البلكونة نضفتها هنا بقى هنفرش الصالة الصالة طبعا أولادي بيفرشوها لي ربنا يخليهم لي يا رب وافرح بيهم هم طبعا ساعدوني في الفرش وحط الفرشات وحطينا المخدات ووضبنا هنا خلاص فرشت الكنب زي ما انتم شايفين منظر الكنب زي العسل يفرح القلب بأمان المنظر لما انت تغير من الألوان أو تغيري من الفرش بتحسي ان انت عملتي تغيير في الشقة الشقه اللي انت قاعده فيها يوم وفيله دي ايجار ولا تمليك الشقه دي ايجار يا حبيبه قلبي لانك انت سالتي كذا مره عليه وكتبتيلي في الكومنتات الشقه ايجار ولا تمليك الشقه ايجار طبعا لان انا نقلت من شقه كانت صغيره وجيت للشقه الكبيره دي الشقه دي اكبر واوسع واجمل طبعا والسطح طبعا برضو مش ايجار ولا تمليك السطح صاحب العمارة ادهوني على كده السطح كله بالكامل انا حاطه باب عليه والباب ديتي انا اللي بفتحه وبقفله والسطح حلو زي ما انتم شفتوا كان مهجور وانا بالفعل يعني اديته روح وخليته بيجي ليه كيان كان السطح كله رمل وزلط ما كانش في حد بيستخدم فيه اي حاجة بس انا اخسعيت من الفراخ والبط والوز والرومي والحمام وعبيته بالخير كله والرزق كله بأمانة أنا مش قادرة أقولكم البيت دي تبخيت بالفعل لأن أنا كنت في الشقة الصغيرة كنت كل مسع شوية فراخ بلدي بالأمانة كانوا لما يجوا بيضوا كان, يجو كان يموتوا وكان عند الحمام ما كانش ينتج بالطريقة دي من ساعة ما جيت البيت دي البط عندي حلو الفلوز حلو الفراخ بامانه بتجيب لي انتاج بيض رهيب وسلالتهم حلوه جدا وانا وريتكم نوعيتهم وطبعا والحمام عندي بانتج بكميه رهيبه طبعا كل في بيوت بيوت تلاقيها ملايكتها هادي والبكان حلو وكله خير ورزق وبركه طبعا انا من ساعه ما انا جيت نفسيتي مرتاحه وطبعا مرتاحه في الشقه ومرتاحه في السطح فوق واخده حريتي وبخبز في الفرن البلدي اللي انت شفتوها طبعا الفرن البلدي اللي شفتوها مبنيه بالطين فوق انا بخبز عليها الفايش وبعمل عليها العيش البلدي وبعمل فيها اي حاجه طبعا الفرن ما بيخبز عليها غيري انا بس انا من عند الشقه تحتي لغايه السطح لفوق محدش بيطلع علي ابدا انا بس اللي في الدور الاخير دي طبعا رديت على كل تعلاق... على كل تعليقاتكم وكل كومنتاتكم اللي تكتبوها لي ولو عاوزين أي حاجة اكتبولي في الكومنتات والتعليقات وادي الشقة بعد ما انا فرشتي وفرشت الفرش القديم بتاعي ده الفرش القديم بس الحصيرة اللي انتم شايفينها قدامكم طبعا الحصيرة جديدة انا مش قلتلكم اشتريت حصيرتين واحدة نبيتي وواحدة لونها مو شبه القنب التاني القديم طبعا انا فرشت الحصيرة دي لما انا افرش الطقم دي بفرش الحصيرة دي ولما افرش الطقم الثاني اللي هو هو النبيتي بفرش الحصيرة النبيتي وادي شجتنا يا رب الفرش بتاع النهاردة يكون عجبكم وفادي بيقولكم حطونا لايك وفليب بيقولكم حطونا لايك حطونا لايك شجعونا بيه عشان نكبر بيكم وليكم وادي الشجة بعد ما فرشتها بالفرش المتواضع عملنا تغيير من حاجة بسيطة يعني من تغيير الألوان غيرنا مدرجة الألوان خالص وادي الطرابيزة الصغيره بتاعتي دي اول مره تشوفوها كنت جايباها في الشقة الصغيرة بس ما كنتش لاقية مكان ليها إن أنا أحطها كانت الصالة صغيرة خالص ما كنتش أعرف أحط الترابيزة دي شايفين أنا حطها في الصالة الكبيرة دي هي مش باينة عاملة زي كأن حتة تحفة صغيرة وبيناش أصلا إن هي حاطة ترابيزة صغيرة خالص والحصيرة اللي أنتوا شايفينها قدامكم الحصيرة مقاسها مترين في ثلاثة هي كبيرة بالصغيرة بس الصالة إنها كبيرة جدا مش باين فيها الفرش بتاعي لو هي محتاجة إن أنا أحط في كل جنب حصرتين وادي فيديو النهاردة يارب يكون عجبكم وكون استفدتي من أم فيلو وبأجلها معلومة وجوم والشطري وشوفي مصالح بيتك تنسي نشف اللايك والشير وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد يا أجمل وأحلى متابعين